السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابي الصف العاشر، حياكم الله مع أسئلة صفحة 28. فلتحضر طالب العزيز كتابك ولنبدأ سويا بإذن الله. الآن عندي ما تعريف السلام العالمي؟ روح لي يا مس على صفحة 12، يلا افتح صفحة 12. نعم، هو الأمان والعافية والتوافق بين الناس أو حالة من الهدوء والسكينة. تمام، نيجي لثقافة السلام. يلا نروح على صفحة 19. عملية مستمرة تحتاج إلى التربية على مجموعة من القيم والمبادئ من أجل استمرار البشرية، صح؟ فسر. يعد السلام مطلب مهم لتعايش الشعوب وازدهار مجتمعاتها، لأنه يسهم في إسعاد البشرية وتهيئة المناخ المناسب لانتشار المحبة بين المجتمعات. ب. تتبنى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اللي هي اليونسكو ثقافة السلام، اللي هي تنمية العلاقات بين الدول وتحقيق التعاون الدولي في كافة المجالات. تتحقق المساواة في ثقافة السلام. نعم، تتبنى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو ثقافة السلام. في عدة إجابات، بس عاشر دائما أنتوا بتحبوا اللي إحنا بنلخصه. فتهدف إلى تشجيع التعاون بين الدول في ميادين تربية وعلوم وثقافة. نعم، هذا ما يتعلق باليونسكو. تتحقق المساواة في ثقافة السلام من خلال ماذا؟ تنمية العلاقات بين الدول وتحقيق التعاون الدولي في كافة المجالات. لعب الأردن دور بارز في حفظ الأمن والسلم العالميين، لأنه كانت رسالته تعد مثابة تعد رسالته موافقة الإنسانية، التي تعد بمثابة رسالة تحمل فيها احترام كرامة الإنسان والتمتع بكافة حقوقها والعيش بكرامة. وضح أبعاد المشاركة الأردنية في حفظ الأمن والسلم العالميين. حكينا إنه في بعد إنساني هي بتقدم المساعدات للاجئين، سياسي مشاركة في حفظ السلام والأمن الدولي، وعسكري مشاركتها في حفظ السلام بكافة المناطق اللي فيها النزاع. حل الآثار السياسية والاقتصادية والاجتماعية المترتبة على استضافة الأردن للاجئين السوريين. أول إشي الضغط على الخدمات كالتعليم. 2. عبء توفير الموارد بسبب ندرتها أصلاً بالأردن. 3. عبء توفير الإيواء للحماية اللازمة الذي يحتاجها إخواننا السوريين، ولكنه قدم بذلك رغم كل ذلك الكثير من المساعدات لإخواننا السوريين بسبب ما حل بهم من أوضاع. أعاننا الله وإياهم على حفظ السلام. دمتم عافاني الله وإياكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.